نحط بقى ايه؟ نحط حط كده، نعمل بقى كده نبينا بقى يمين وشمال. بصوا بقى حاجه قلبي على عجينه الكريب ديت. يلا بقى حاجه قلبي يا معلم، ازاي تعملوا عيش الكريب في البيت بمكونات بالبيت وحاجات سهله وبسيطه. طبعا هنحتاج دقيق وزبادي ولبن وفانيليا وسكر وملح وكوبايه عشان المعيار ما تسيبنيش معاك. طبعا المعلقه اللي هنعجن بيها طبعا بقى صعب على خط الفانيليا. اول حاجه هنعملها هنعاير كوبايتين ميه، واحده اثنين هنحط ثلاث معلقه سكر، هنحط شويه سكر بلاش معلقه عايزين ده الجامد. حط شويه ملح شويه ملح، حط شويه فانيليا حلوين كده. هنفتح ازازه الزبادي وهندوها الاول عشان لو فيها حاجه. شويه ده، هنحط شويه اللبن دول، لو عندك كوبايه كامله وعايز تحطها مش مشكله، بس اكتر من كده هتخلي عيش تقيل. الزبادي يا عم انت حرام عليك. مفيش دماغ خالص. هندوب بقى المقادير دي في بعض. هنصب بقى ايه بالمعلقه قد ايه؟ واحده واحده عشان العجينه ما تخلصش. يا حول الله يا رب. ده قريب ده مش معلقه. شايفين بقى طبعا هي طبعا خرزت مننا عشان احنا بنقلب معلقه، هنسيبها بتاع 10 دقايق هترجع ترتاح شويه، نرجع نضرب شويه التخريزه ده تروح. بص هي كده تقيل، عارف انت بقى لو عملت عيش من نوع تقيله كده العيش يبقى تقيل، ويبقى تقيل كده حتى في الهضم يبقى تقيل، المفروض ان هي تبقى خايفه شويه، فاحنا هنزود لها شويه ميه بس حاجه خايفه كده برضو لان الميه لو زادت بتقوم رايحه خفه خالص. نضرب تاني. قلبي بعد ما نوصل العجينه للقوام ده كده نقوم حاطين شويه الزيت، شويه الزيت دول حلوين بيلمعوا العجينه حمروا العيش بسرعه. طبعا بقى انا ما قلتلكوش ان السكر بيحمر العيش، المفروض تحطوا بيضه برضو نسيت احطها بس عادي يعني انا افتكرته، كويس ان انا افتكرته بالكويس عشان الكميه صغيره ما حبيتش احطها يعني عشان ما يبانش زفرة قوي. ده القوام. يلا بقى يا حبيب قلبي اشتغل بالطاسه على مين. نحب بقى كوبايه كده نجربها. نحط بقى ايه؟ نحط حط كده ونعمل بقى كده نبينا بقى يمين وشمال. سامع لما تنشف ما سخناش الطاسة هنقعد 6 ايام عمال نغيب بيض. طبعا ده اخطاء انا بخطئها عشان انتوا تفهموا منها وتتعلموا، فانتوا حاولوا تحطوا الرغيف على ما الطاسة تشتغل. طبعا بقى يا حبيب قلبي بدأت تاخد سوا، بدأت تطلع لوحدها اهي، بس لسه شوية بدأت ترفع نفسها اهي.